نهنى العالم الإسلامي والأمة العربية ولسام الله خاصة بحلول شهر رمضان الكريم المبارك علينا وعليكم إن شاء الله. احنا بالبداية كل موسم رمضان قبل الموسم نستعد، يعني نسوي أول شيء صيانة لأجهزتنا وتهيئة كاملة، وعندنا شغلات جديدة نطلعها دائما، نكون نطلع شغلات جديدة على رمضان، يعني أكو استحداث للعملية، مو مثل جزء العام ماكو مثل السنة، سنة أفضل يعني. كل سنة العام ما كنت هنا لأن كنت بالعمرة، أي إن شاء الله الجميع، بس إن شاء الله السنة لا مستعدين وعندنا شغلات جديدة راح نطلعها. طيب وإن شاء الله إن شاء الله. الآن حقيقة إحنا نركز على موضوع مهم، شوف دائما نذكر أن في برامجنا نقول يا أخوان يعني لا نحاول حتى في الفيس نحدث أو تكون يعني تثقيف على هذا الموضوع، نقولهم لا تنشرون موائد أفطار، ترى نوبات الفقير يتحصر وإحنا مرينا بمحنة يا أخي العزيز، يعني فنقول إحنا مثلا كيف بالإمكان مساعدة الناس المهجرة اللي امتلأت منهم واستقبلوهم أهالي سامرة الأبطال والكرام، فكيف مساعدة هاي الناس يعني بهذا الشهر الفضيل؟ والله أنا قلت لك العام أنا ما جيت موجود، فهنا أخوتي قاموا بالواجب، يعني عندنا يم المعمل مالنا اللي كان بحي الضباط المعمل الشغل مالتنا، هناك مدارس مهجرينها، فمن هناك من فضل الله يعني حيل ساعدناهم، والسنه شويه قلت لان رجعوا للعوال، بس هم اكو عوال يعني عندنا من سامرة يعني حتى ما يطلع هذا، فهذا احنا نقصده ان شاء الله. بارك الله فيك. الاسعار متفاوته يعني حسب والله اسعارنا احنا بالنسبه لنا يعني زينه، انسب من غير مكان بغداد من كركوك وإيه، يعني كحد اعلى وكحد ادنى بالنسبه لل عندنا النوعيه الراقيه اللي نشتغل درجه اولى دبيحه 18 كحد اعلى، هذا جيد، وعندنا نوعيه بسته ونطلع ب 12 وب 10، يعني هذه نعمه احنا أكبر. حتى المواطن يقدر يشتري واللي ما عنده الله وياه ياخذ ننطي. الله يبارك فيك. حقيقه سؤالنا المهم جدا، احنا من خلال تجوان ولقاءاتنا مع المواطنين في هذا الشهر الفضيل في مدينة سامراء يعني نسأل على الخدمات، الحقيقة احنا انا ذكرت قبل فترة اجينا الان شوية افضل الخدمات، يعني كانت الشوارع هنا الرئيسية من بلطة من معبدة، الان اكو الكهرباء نوعا ما يعني ولو احتياج حيل مو زينة، يعني هسه احنا عموما العراق على المولد، يعني على المولد اكثر الاوقات، يعني سامر احتياجها الرئيسي هو الكهرباء والخدمات البلدية. خدمات البلدية أي. البلدية خدماتهم بهذا الشارع فقط زينة، يعني يوميا يجون يشيلون نفايات، بس بالاحياء والاحياء انا عندي ساكن بغير مكان يسموه حي الشهداء، كل شهر ما يجي نوبة، ولو هسه اخذك وياي وتشوف زين تكرم النفايات شلون باب البيوت، يعني بيتي البارحة بحدود 10 كياس سود مال شهر، قبل كنت مثلا عندي سيارة بيكاب أخذها أحطهم بالبيكاب وأجي أفطر وين ألحقهم وأنطيهم إياه، ما يجون بالمناطق. إحنا هاي الرسالة نتمنى أن يشاهدها السيد قائم مقام سامرة الأخوان المسؤولين، وإحنا نقول سامرة بيها نواب وبيها مسؤولين وبيها، وهذه مدينة سياحية دينية وأثرية، كل نائب من كل عشيرة يعتني بالمنطقة مال عشيرته، سامرة تكون غير شيء. احنا نقول على مستوى المحلة نوبات نتفازع، احنا اصدقاء واخوان ننجمع اليوم هذه المحلة نصب غرصفتها ننظفها، العوائل امكانياتها حيل ضعيفة تعبانة، يعني ما يصاب الراتب ما يصدق الراتب يتأخر عليه دا يسد، هو ماكل نصه بالدين، احنا هاي نريد مساعدة، هو ليش برامجنا تثقيفية لهذا الموضوع، احنا نساعد بيناتنا يعني نتعاضد، وهذه اللي نريد، احنا طلعنا من مأزق من جبايانا والباحة دافع وصل ايه، يعني هاي موجودة ويشيل النفايات هم منطي، نقول هذا خطيه يعني في سبيل الله. احنا نتمنى ان شاء الله من خلال على رزقك وبرنامجنا وقناه سامرة ان تكون سامرة اجمل وافضل ونجيها مدينتنا، نتمنى انه يستقر البلد والعراق ونعيش بحالنا حال العالم، كل عام وانتم بخير ان شاء الله وصحه وعافيه، حياكم الله يا اهلا وسهلا. هلا بصابرين، هلا.